خلال القدس، هو مهرجان بنظمه المعهد من خلال شبكة فنون القدس بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الثقافية، بيهدف من خلاله لإنعاش وتحريك الحياة الثقافية وتعزيز الحياة الاقتصادية. فعاليات متنوعة تشمل ثقافة، فن، مسرح، رسم، معارض، صور. دورنا كمراكز ثقافية إنه نشتغل بشكل مستمر لإعادة الحياة لهذه المدينة ولإنعاشها. أهمية هذه الفعاليات الثقافية أو ليالي القدس اللي بننظمها كل شهرين أو ثلاث في مدينة القدس من قبل شبكة شفق وخمس مؤسسات مقدسية في القدس هي لإعادة الحياة لهذه المدينة، للتأكيد إنه الشعب الفلسطيني لازال موجود بهذه المدينة رغم كل التضييقات الموجودة، تحت شعار القدس عمرانة بناسها ونحن هون ومش رايحين ولا محل. قدر الامكان من خلال هذه النشاطات بنشجع الناس انهم يحضروا هيك امسيات ويطلعوا من بيوتهم مسائيا. الحياه في القدس صعبه جدا وفي خوف بكثير من الاهالي انهم يغادروا بيوتهم ساعات المساء، بالتالي القدس احنا كل بنعرف عنها هي مدينه اشباح، بتتحول لمدينه اشباح. الهدف من هذه الامسيات ومن هذه النشاطات هي تشجيعهم للخروج واثبات انه القدس هي عاصمه فلسطين الابديه عربيه ومحافظة على الموروث الثقافي الفلسطيني. الجمهور متنوع، الجمهور عم بيجي من كل المناطق ومن كل الأطياف، النشاطات كلها مفتوحة للجمهور بلا تذاكر، فبالتالي منشجع الجمهور للقدوم وللمشاركة رغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، إنه ما دام هذه النشاطات مفتوحة للجمهور ليشاركوا. ونحن شايفين قديش الحضور جميل بهذه الأمسية، ومش بس بهذه الأمسية وبباقي الأمسيات أيضا مشاركة عالية جدا. وأنا حب وقلب نائم وفراش حائر منك تلا. الهدف إنه نعمل خمس دورات بالسنة، عملنا بشهر 10 أول مرحلة، كان المفروض نعمل بشهر 12 مرحلة ثانية ولكن تأجلت نتيجة الأحداث السياسية اللي صارت وإعلان المشؤوم لترامب إنه القدس عاصمة دولة الاحتلال. عملنا بالربيع، في فكرة نعمل بالصيف وبشهر 10 كمان. استخدام الثقافة في تثبيت هويتنا الوطنية من خلال هذه البرامج المختلفة هي هدفنا الرئيسي، وأيضا تقديم الثقافة الملتزمة والمستوى الفني العالي بهذه البرامج. يبوس، مركز يبوس الثقافي دوره رئيسي كمان بهذا الموضوع من خلال برنامج السينما أو الأسواق الثقافية اللي احنا بننظمها أو العروض الموسيقية والنشاطات الأخرى بما فيها التراث والتأكيد على الهوية وسوق الزيتون وسوق الأرض أيضا. أصبحت من قائمة الثوار، أفترش الأشواك والغبار وألبس المنية. مبسوطة بأهل القدس وبالقدس وبالتراث تاع القدس، وبحيي كل أهل القدس فرداً فرداً، صغير وكبير وشيخ وجميع، والنساء والمناضلات.